كملنا عبر الهاتف كابتن احمد ناجي مدرب حراس مرمى وانتخابنا الوطني الاول. مساء الفل على حضرتك يا كابتن احمد. منورنا دايما في قناه النادي الاهلي، وعايز اطمن من حضرتك طبعا على رحلتك في السعوديه. كنت موجود هناك عشان تتابع المحترفين المصريين في السعوديه، وبالاخص عواد اللي عرفنا ان حضرتك قعدت معاه فتره كويسه وقعدت حضرت تدريباته كمان واتكلمت مع المدرب مدرب فريقه واطمنت على حالته. طبعا الحمد لله كانت رحله موفقه جدا جدا. في البدايه رحت القصيم عند اتفرج على محمد عطوه وحسين السيد، واحد في الرائد واحد في الاتحاد. بعد كده طلعت على جده ومكه، يعني كانت تدريبات والمباريات بتاعت عواد. يعني مش عايز اقول لك قد ايه سعادتي في الخمس ست ايام اللي انا قعدتهم مع عواد. ثناء كبير من مدربه على أدائه في التدريبات وتأثيره على نتائج الفريق السنه دي، حاجه جميله. فريق الوحده مش فرقه كبيره، لكن هو السنه دي مكان كويس. يعني طبعا سعيدني جدا كابتن احمد حسن ميدو وكابتن عبد المصطفى في الفني مدرب في نادي الوحده، وكلمت طبعا مدرب في حياته بعض الاشياء وحاجات كده. مدرب ممتاز ويعني حاجه حلوه، كان في تعاون كبير جدا، رئيس النادي حسن خيمني وكل الناس اللي كانوا موجودين في النادي ده حقيقه. صحيح، حضرتك كمان من تصريحاتك يا كابتن احمد قلت ان عواد كمان شارك كتير جدا في المستوى اللي بيظهر عليه فريقه الحالي الفريق السعودي. ايوه طبعا، انا قلت لك انه الفرقه ما هياش من الفرق صحيح، يعني الشباب مش النصر مش الاهلي مش الـ مش الـ مش الاتحاد الفرق الكبيره. صحيح صحيح. طيب مع ان الاتحاد متعسف شويه السنه دي، لكن طبعا من الفرق الكبيره يعني. صحيح. طيب كابتن احمد، طبعا احنا مطمنين جدا على حراسه المرمى في منتخبنا الوطني الاول، لكن سامعين برضو ان في مارس المقبل في المعسكر اللي جاي هيكون في وجوه جديده منضمه لمنتخبنا الوطني الاول. انا على فكره انا ما بحبش السؤال ده خالص، يعني ما بحبوش، يعني اللي يعني ما بحبش انا ايه، يعني عايزه تعملي سب ويقول لك اه ان شاء الله في دايما. احنا طول ما عندنا وقت تشييمه طول ما لسه الناس كلها عندها فرصه. احنا عايزين نعرف من حضرتك هل في فرص جديده للاعيبه المصريين ان هم اللي بيشاركوا طبعا في الدوري المصري الممتاز، ان هم يكون في بينهم منافسه عشان يكونوا موجودين ان شاء الله في معسكر المنتخب القادم؟ دايما انا اقول يا شيما ان انا مسؤول عن رفع معنويات الناس كلها وسايب الباب مفتوح والناس كلها تجتهد. في ناس بتجتهد بشكل جيد جدا جدا. المركز مطمئن جدا في مصر ومش عليه اي قلق، غير من البعض الاعلاميين، يعني بعض الناس دايما قبل كل حاجه تقول حراس المرمى. لكن لو جينا مسكنا التاريخ هنلاقي حراس المرمى ساعدونا جدا، وصلنا نهائيات كاس افريقيا في التصفيات وفي النهائيات النهائي، وساعدونا جدا في تصفيات كاس العالم وصلنا نهائي كاس العالم. والحراس كانوا من يعني اهم حاجه في المنتخب في كاس العالم. صحيح، واحد اسمه في ماتش وكابتن حضري ادى مباراه رائعه جدا طبعا. فيعني مش عارف انا القلق مصدر منين او جاي منين، لكن انا بطمن الناس كلها ان الحمد لله عندنا حراس كبار وعندنا ناس احنا عارفين قدراتهم كويس، هنستنى منهم كتير ان شاء الله. شكرا ليك كابتن احمد ناجي مدرب حراس مرمى منتخبنا الوطني.